السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة. هل يمكن سداد رسوم المرافقين على دفعات؟ مصدر بالجوازات السعودية يجيب إليكم التفاصيل. الكثير من الوافدين إلى المملكة العربية السعودية يرغبون بالتقديم على تأشيرات للزيارة أو الإقامة لأبنائهم والمرافقين لهم، وذلك لصعوبة ترك أعمالهم بالمملكة والنزول إجازات رسمية في بلادهم. وفي نفس الوقت مصاريف المرافقين قد تكون مرتفعة بعض الشيء على المواطنين، خصوصا الذين يمتلكون كثير من الأفراد، ولذا يتساءلون هل يمكن سداد رسوم المرافقين على دفعات، أي تقسيط الرسوم. لذلك دعونا نوضح لكم ماذا قالت الجوازات السعودية في هذا الشأن، تابعونا لنهاية الفيديو. هل يمكن سداد رسوم المرافقين على دفعات؟ كشف مصدر مسؤول بالمديرية العامة للجوازات السعودية عن السماح للمواطنين بتقسيط رسوم المرافقين لهم والتابعين الوافدين للعمل بالمملكة العربية السعودية بالقطاع الخاص، حيث يمكن دفع الرسوم وسدادها على دفع من خلال الأنظمة الخاصة بالسداد بالبنوك السعودية، حيث وضحت الجواز مؤخرا بأنه مسموح بالتجديد للإقامة بشكل ربع سنوي، أي الحد الأدنى كل 3 شهور، ثم تجزئة الاستحصال من رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة من أجل استخراج الإقامة، والتي من بينها رسوم المرافقين، مع العلم أن العمالة المنزلية مستثناة من هذا الأمر. وسنوضح لكم بالفقرة التالية المرافقين والتابعين للوافدين. من هم المرافقين والتابعين على الوافدين؟ أجبنا عن سؤال هل يمكن سداد رسوم المرافقين على دفعات، وقد وضحنا لكم أنه مسموح بالدفع والتقسيط بشكل ربع سنوي على فترات ودفعات، حيث يكون التقسيط ربع سنوي مع مبلغ 400 ريال شهري عن كل مرافق من المرافقين، ويأتي المرافقين والتابعين على النحو التالي. تابعونا. التابعين هو البنات والزوجة والأبناء الذكور الأقل من 18 عام، المرافقين وهم الأبناء فوق 18 عام، وكذلك الزوجة الثانية والثالثة والرابعة، والعاملة المنزلية وأم الزوجة وأبو الزوجة والأب والأم، وأي وافد مسجل بالنظام على خدمات العامل لوافد، ويمكن الدخول على الموقع الإلكتروني التابع للبنك، ولابد أن تعتمد هيئة الجوازات السعودية، ثم يختار المواطن المدفوعات الحكومية ويختار خدمات للمقيمين، ثم يضغط على رسوم الإقامة بالسعودية ويحدد المرافقين، وابدأ في إدخال رقم الهوية الخاص بكل مرافق والقيمة التي ترغب بسدادها، واطلب التقسيط الخاص بالمدفوعات، واختر طريقة ووقت وقيمة السداد بعدها. متابعينا، لو عجبكم الفيديو رجاء الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.